في 7 أكتوبر الماضي نفذت حركة حماس هجوماً مباغتاً ضد إسرائيل صدم العالم. الله أكبر! هجوم أثار التساؤلات بشأن الثغرات التي سمحت لعناصر كتائب القسام بالتوغل داخل مستوطنات غلاف غزة دون انتباه الاستخبارات والقوات الإسرائيلية. وعند أول جدار صد أمني ورقابي شديد التعقيد، 3 أبراج استهدفها مقاتلو حماس قبل التسلل داخل إسرائيل. المشهد تحقق في أهمية استهداف كتائب القسام لأبراج الرقابة الإسرائيلية في هجوم 7 أكتوبر وخفايا السيطرة الإسرائيلية على كل مفاصل الاتصالات بقطاع غزة للتجسس على سكانه بتقنيات أفشلتها ثغرة هي ثغرة 7 أكتوبر غزة. هاي جباتهم. هذه الأبراج كانت أول استهدافات الطائرات المسيرة التابعة لكتائب القسام في المرحلة الأولى من هجوم 7 أكتوبر. كانت الخطوة الأولى للاستهداف المفصلي لهجوم حماس قبل تسلل عناصرها عبر الجدار الفولاذي لقاعدة زكي عسكرية ومستوطنات غلاف غزة. حماس استخدمت نهجاً جديداً لتعمية القدرات الأمنية الحدودية للجيش الإسرائيلي حتى يتمكن أفرادها من شق طريقهم عبر الجدران بأقل فرصة لاكتشافهم، فهي استخدمت طائرات بدون طيار للاستطلاع وأخرى لاستهداف أبراج المراقبة على طول الحدود. استهداف الأبراج دمر شبكة الاتصالات وحد من قدرة القوات الحدودية على نقل المعلومات إلى المقر المركزي وما يعرف كذلك بالكشف الأرضي، والذي يكون عبارة عن رادار مراقبة أرضي مثبت على هذه الأبراج، ويكتشف البقع الحرارية كالأنفاق والمعدات الموجودة فيها مثل مولدات الكهرباء وكذلك البشر الذين يتجهون نحو الجدران. أبراج قد يعتقد البعض أنها مقار عسكرية في استهداف اعتيادي، فما هي هذه المباني التي كانت هدفاً لكتائب القسام؟ وأين تقع تحديداً بالنسبة لقطاع غزة؟ وهل كانت سبباً في بطء استجابة رد الفعل الإسرائيلي في الاشتباك مع عناصر حماس؟ وهل هي استهدافات حقيقية لعناصر حماس أم مختلقة؟ في خلفية الفيديوهات التي بثتها كتائب القسام للهجوم حواجز إسمنتية وأرض مرتفعة قليلاً على ما يبدو عمود اتصالات وطريق ترابي، تفاصيل ساعدتنا على رصد مواقع هذه الأبراج من قطاع غزة. بمقارنة هذه العلامات مع صور حصلنا عليها بالأقمار الاصطناعية تتأكد حقيقة وجود مثل هذه الأبراج التي يقع 2 منها على مسافة تتراوح بين 1 و3 أميال على طول حدود إسرائيل مع غزة. البرج الآخر يقع على بعد 2.5 ميل غرب كيبوتس بئيري بالقرب من الطرف الشمالي لقطاع غزة. بالاستعانة بخبراء في مجال أمن المعلومات والعمليات العسكرية حددنا طبيعة عمل أبراج الاتصالات الإسرائيلية من واقع مواصفاتها ومواقعها الجغرافية التي تم الاستدلال عليها عبر صور الأقمار الاصطناعية. هاي الأبراج بتشتغلش بالترددات فقط، هي تشتغل بالترددات بترددات معينة طبعاً الـ LTE اللي هي الموجات طويلة ورخيصة استخدامها، لذلك إنها مش متوفرة حتى للفلسطينيين ولا للإسرائيليين. حتى الـ LTE معروفة عنها إنها موجات رخيصة استخدامها لأنها طويلة وبدهاش معدات كثيرة، وهذا الجهاز بحب لعلمي إنه بيستخدمها، وكمان عنده اللي بسموه redundancy أو شبكة إذا الترددات صار فيها شيء بيستخدموا الألياف الضوئية، ففي عندهم شبكة ألياف ضوئية كمان إنه بيستخدمها الجيش بحال إنه الإشارات السلكية اللاسلكية فشلت. The purpose of these communication towers, there's a couple of things. الغرض من أبراج الاتصالات وما يجعلها مهمة هو وجود الكاميرات. أيضاً هناك أبراج خاصة بشبكات الهواتف المحمولة، ما يعطي الصلاحية للجيش الإسرائيلي لمعرفة كل ما يدور.
الكاميرات بالطبع سلسلة مرتبطة ببعض نقاط مختلفة على امتداد الجدار الكلي. هناك مواقع للمدافع الرشاشة يتم الإشارة إليها تلقائياً، ما يطرح تساؤلات حول اقتراب أي شخص من خط السياج. لذلك وجدت أبراج المراقبة بمنظومة تكنولوجية ترتبط بما يشبه الحساسات التي تعطي إشارة إلى أسلحة رشاشة مثلاً بأن تقوم بدورها للرد أو ردع أي اختراق للجدار قبل أن تتدخل عناصر الجيش الإسرائيلي فعلياً. لذلك فإن إسقاط تلك الأبراج أو تدميرها يكون قد ألغى دوره الذي أنشئ من أجله باعتباره جهازاً عصبياً دفاعياً عن ثكنات الجيش الإسرائيلي. هذه الرواية يؤيدها أصحاب الشأن أنفسهم. كنت جالسا في البيت ولم أتلقى أي اتصال من الجنود المتمركزين على حدود غلاف غزة في لحظة الهجوم. لقد كنت أشاهد التلفاز لأرى المسلحين في سيارة داخل سيدروت. لم أصدق ما رأيته بعيوني وبشرت اتصالاتي بالفريق كل على حدة لأتأكد من صحة ما أراه، وصدرت أوامر من الجهاز المركزي بالتحرك الفوري. حدثت هجمات كثيرة في أكثر من منطقة وعلى بعد مسافة قليلة لا تتجاوز 10 و20 متراً. عناصر حماس باغت الجنود الإسرائيليين بهجمات مفاجئة على الأرض، وحدثت هجمات مفرقة في أكثر من منطقة، ما أحدث بلبلة في الصفوف، وبالتالي كان من الصعب التواصل للتدليل على المكان الذي نتلقى فيه الهجمات. الجنرال العسكري المتقاعد جيان جينتايل الذي يشغل حالياً منصب مدير المشارك لمركز راند أوريو البحثي التابع للجيش الأمريكي يدرك كذلك من واقع خبرته العسكرية التي تزيد عن 30 عاماً أن السبب الرئيسي لبناء إسرائيل مثل هذه الأبراج يرتبط بطبيعة مدينة غزة جغرافياً. هذه الأنواع من الخطوط الدفاعية تعتمد بشكل كبير على التضاريس وطبيعة الموقف. على سبيل المثال، لم يكن من غير المألوف أن تستخدم القوات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان هذه النوعية من الأبراج ذات الأربع كاميرات. على الأقل هذه الطريقة الفريدة التي بنى بها الإسرائيليون مجموعة أبراج الاتصالات الخاصة بهم على طول قطاع غزة. لكن مرة أخرى، إذا فكرنا في المقارنة بالمنطقة المجردة من السلاح في شبه الجزيرة الكورية سنجد بعض أوجه التشابه مع اختلافات كبيرة. لكن ما هو أساسي لأي نوع من الخطوط الدفاعية هو القدرة على الرؤية إما من خلال الكاميرات أو من خلال منصات مراقبة جيدة أخرى، وبعدها والأهم القدرة على توصيل ورؤية ما يتم مراقبته حتى يتسنى للجنود التحرك. هذه الأبراج المستخدمة لأغراض التجسس هي حلقة ضمن شبكة مراقبة متنامية شيدتها إسرائيل على سكان غزة خلال سنوات الحصار على القطاع، مراقبة مكنت إسرائيل من الاستماع لكافة مكالمات سكان القطاع وتحديد المواقع التي يوجد فيها الأشخاص عن طريق بيانات داخل هواتفهم الخلوية. شبكة الاتصالات بالضفة الغربية وقطاع غزة، إسرائيل تستطيع التجسس عليها، وأنا بحكي بالاتصالات هنا، هي إنترنت موبايل ثابت. يعني كل هاي الإشارات سواء كانت الإشارات السلكية أو لا سلكية، بكل بساطة إسرائيل تستطيع تسلط عليها كلها. كافة أجهزة الاتصالات في سكان قطاع غزة ترسل معلومات في كل ثانية من اليوم، هذه تعرف بالمعلومات الخلوية ميتا داتا، وهي تخبر مقدم خدمات الإنترنت لقطاع غزة بأن الهاتف مصدر الرسائل، بالإضافة إلى كشف تاريخ والتوقيت وموضوع الرسالة والموقع وعناوين الأشخاص ممن يتواصلون معهم. الإنترنت عبر الهاتف محمول التقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس تحتاج إلى ترددات معينة، وهذه الترددات يتم تنظيمها ما بين المناطق الجغرافية، وبحكم الجغرافيا المعقدة في فلسطين التاريخية يتم التحكم فيها من خلال
إسرائيل، فبالتالي الشركات الفلسطينية عند طلبها لترددات يتم في النهاية في المطلق تخصيص هذه الترددات من خلال الحكومة الإسرائيلية. لكن هل يعني ذلك أن انقطاع خدمات الإنترنت في قطاع غزة يمنع إسرائيل من مراقبة سكان القطاع، أو على الأقل يقلل من قدراتها على اعتراض رسائل سكانها الإلكترونية؟ وما الذي يعكسه ذلك على سير العمليات العسكرية في قطاع غزة؟ غزة بربطها بالضفة الغربية أو بالعالم أو بإسرائيل نفسها، بصوبها كثير شبكات مايكرويف، ويعني صعب أنك تقطع غزة بشكل كامل إلا متعمداً، أنه بدعسة زر زي ما بقولوها بتقدر تقطع كل المكالمات، أما تقطعها نتيجة قصف أو شيء صعب. وإسرائيل تهتم أنها ما تقطع الاتصالات، يعني حتى من أول يوم لما قالوا أنه الاتصالات قطعت قلت أنه كان في خلاف في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخلاف أنه وزير الاتصالات هو متطرف كثير وقال بدنا نقطع الاتصالات، راح قطع بدون ما يرجع للمجلس الأمني، فصار خلاف وهذا مكتوب وموثق أنه لا، الاتصالات مش لازم تقطع لأنه هم صنطوا على كل مكالمة في قطاع غزة سواء على الثابت وغير ثابت. بعد آخر يسهل من عملية المراقبة والتنصت على الهواتف مرتبط باستخدام قطاع غزة على تقنية الجيل الثاني لشبكات المحمول، التقنية التي طوي عليها الزمن في العالم الخارجي بسبب القيود الإسرائيلية. هذا ما توصلت إليه الباحثة الأمريكية جيلان يورك، وستروي في بحثها مدى سهولة اختراق الحكومة الإسرائيلية لأي هاتف في قطاع غزة وتتبع موقع مستخدمه. التشفير المستخدم لحماية عمليات الإرسال عبر الهواء لشبكات الهاتف المحمول من الجيل الثاني يتم فكها بسهولة منذ فترة طويلة، وذلك يسمح لمعدات وبرامج الاستقبال، وهي التكنولوجيا التي تطورها وتبيعها الشركات الإسرائيلية، بجمع بيانات الهاتف بدءاً من سجلات المكالمات الواردة والصادرة إلى الرسائل النصية والمواقع المحددة على بعد بضعة أقدام، وحتى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من وإلى الهواتف. لكن اكتشفنا أن السلطات الإسرائيلية بإمكانها ليس فقط مراقبة اتصالات سكان القطاع الخاصة وعناوينهم، في واقع الأمر هي قادرة على مراقبة كافة تحركات سكان البلاد على مدار الساعة واكتشاف الوجوه وتحليل المشاعر عبر نصوصهم الكتابية. لديها الآن نوع جديد من المراقبة التي لا تتطلب تحميل برنامج على الهواتف، لأنها مراقبة تحدث من خارج الجهاز تماماً بواسطة برنامج للذكاء الاصطناعي والحوسبة اسمه نيمبوس. تعطي خدمات نيمبوس للجيش الإسرائيلي صلاحية التقاط صور للفلسطينيين ومطابقتها مع قواعد البيانات الاستخباراتية لتسهيل عمليات التجسس والاستهداف، وكذلك الكشف عن الوجه وتحليل المشاعر وتتبع الأشياء. هو مشروع يسموه الانفراستراكتر كاملة لجوجل ومايكروسوفت تنحط في إسرائيل ضمن عقد معين إنه بتحكم فيها كمان الجيش الإسرائيلي، وإنها موجودة في إسرائيل مش موجودة خارج خارج الحدود الجغرافية تاعت إسرائيل، وبالتالي بتمكن الجيش الإسرائيلي من عمل أشياء كبيرة. لكن هذه القدرات التكنولوجية الواسعة قد تفشل في أهدافها بعض المرات، كما حدث في هجوم 7 أكتوبر، بما يستدعي إجراءات وتكتيكات بديلة، كما يقول الجنرال الأمريكي جيان جينتايل. أعتقد أن ما رأيناه في اختراق حماس اختراق للعديد من النقاط على طول جدار غزة، بعدما أصبحت القوات الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على أنواع معينة من التكنولوجيا. الغريب فيما حدث أن التكنولوجيا بحكم عملها الاعتيادي وبرمجتها على جميع الاحتمالات الخوارزمية أصبحت تسيء فهم نقاط الضعف في تلك الأنواع من التقنيات. إذن تعتد إسرائيل بمجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاستخبارات، حيث أنشأت أكثر من 300 شركة في مجال الأمن السيبراني، وصدرت العام الماضي فقط ما قيمته 6 مليارات و500 مليون دولار من منتجات الأمن السيبراني.
إمكانات استخباراتية لم يفصلها عن سلاح حماس. مسافة صفر.